معانا عبر الهاتف الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد كره السله بعد انتهاء العرس المحترم جدا دوري السوبر كره السله النهارده بشكل محترم وبشكل يليق بهذه اللعبه وبهذا الاتحاد المحترم. يا فندم صباح الخير على حضرتك ومشرف ومنور. صباح الخير كريم، اهلا بيك. المشهد النهارده كان مشهد محترم ومشهد رائع سواء في عمليه التكريم او حتى في تنظيم المباراه، مش بس النهارده، خلال الخمس مباريات بالكامل. والله ربنا يخليك، دي شهاده اعتز بيها طبعا. ويعني الحمد لله احنا بقالنا كذا سنه يعني في التنظيم خدنا يعني شكل تاني، وتنظيم محلي ودولي وافريقي وعربي. الحمد لله بفضل الله فعلا يعني منظر كان الحمد لله طلع بالشكل اللائق لكرة السلة المصريه كلها. يعني فوز النادي الاهلي النهارده بعد عدد كبير من البطولات، السنه دي الاهلي يقدم مستويات كبيره هذا الموسم في كره السله تحديدا. الحقيقه بنهني النادي الاهلي والله بيبارك نادي الاتحاد. ماراثون كبير جدا بينهم في النهائي. صحيح. وشكل رائع واداء رائع من بين الفريقين. صح. الاجهزه الفنيه ووصل للمباراه الخامسه عن الفريقين. اي حد فيهم يكسب، اللي وصل النهارده النادي الاهلي ربنا بنبارك له وبنقول هارد لك الاتحاد، وده ما يقلش من مجهود والجهاز الفني ولاعبين نادي الاتحاد طبعا عمل اداء رائع. اللي كان مهتم جدا باختيار اخونا العزيز الاستاذ محمد مصلحي. الحقيقه انا المنظومه جميله، منظومه كره السله والانديه مهتمه جدا بيها، ودي حاجه بتسعدنا انا. رئيسين النادي موجودين، مجالس الادارات موجوده، بيدعموا فرقهم بالشكل ده. يعني فعلا روح رياضيه ما بين لعيبه وبين الاجهزه وبين مجالس الادارات. صح. حاجه فعلا هي دي الرياضه اللي احنا عايزينها. المشهد اللي احنا عايزين نشوفها. مشهد عشان طلع المظهر في الاخر زي ما حضرتك بتشيد بيه كده، ومصر كلها يعني الحقيقه السوشيال ميديا كلها بتشيد بالمنظر. صح. الختام وكده الحقيقه الحمد لله بفضل مشهد لله محترم مع نهايه الانديه نفسها، وبعدين الاتحاد المصري اخر حاجه. مع نهايه المباراه المشهد كان رائع جدا، والاستاذ محمد مصلحي يعني يصافح الكابتن محمود الخطيب ويهنئه بالبطوله رغم التوتر ورغم الضغط اللي كان اكيد على الاثنين واكيد كان على كل المتواجدين في الملعب، بس الروح الرياضيه واضح كمان ان هي موجوده في كره السله بشكل رائع جدا. الحمد لله ربنا يديمها، ونتمنى الرياضه كلها تبقى كده. صح. الفريقين بيتنافسوا بالمنظر ده. الكسبان والخسران بيسلموا على بعض. وهي دي الرياضه. انا يعني عايز اقول والله مش خناقه، رياضه منافسه جميله جدا. صحيح. عايزين نستغلها، عايزين الجماهير نفسها يعني تحزو حزو المجالس الادارات واللعيبه. صحيح. انت شايف اللعيبه في الملعب بتتكلم على بعض بالشكل ده، ولا ازمه واحده، فرقه الاهلي كلها واقفه تسقف له. صح. في منظر رائع جدا. صح ولا ازمه واحده، يعني نشوف الكلام ده ونبقى زيهم، اللي كسب بنبارك له. صحيح. واللي خسر بنقول له هارد لك. صحيح. مش اخر المطاف، وشد حيلك اللي جاي. صحيح. هي دي الرياضه، اتمنى تبقى كده. دكتور مجدي، هل كان في جماهير النهارده متواجده في ملعب؟ كنا سامعين صوت الجماهير كتير النهارده في ملعب المباراه. لا ما فيش جماهير خالص. اللي هم الاعضاء مجلس الادارات والفرق نفسها وكده. هي دي هم اللي كان ده كان اللي صوتهم في اللي باين لنا في التلفزيون، يعني صوت التشجيع. كان الادارات. طب يعني توضيح مهم. صوت اللعيبه نفسها، صوت الاحتياطي بتاعهم كده يعني. لا، وكان في هتافات، بس انت قلت لي انه من ادارات الانديه ممكن المتواجدين او من الصحفيين او من الناس المنظمين، يعني ممكن ربما يعني. بس انت بتقول لي ما كانش في جماهير، عشان ده كان سؤال على السوشيال ميديا النهارده. دكتور مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد كره السله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده. انا بشكرك شكرا جزيلا.